السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله. معي أنا زياد الشهري في تأمين، كل يوم الأحد في تمام الساعة 10:30. وأعتقد والله أعلم أن هذا هو اليوم الوحيد اللي طلعت فيها الفقرة على الوقت، الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الإخواني في الكنترول على حرصهم اليوم. عسى الله يديمكم يا رب العالمين جميعا. كما أرحب بكم أعزائي المشاهدين من أمام الشاشات وكذلك متابعينا الجميلين جدا من أمام البث المباشر على اليوتيوب، وأرحب بمعد هذه الفقرة الجميل والغالي عبد العزيز العصيمي. كما أبارك لنا انضمام الأخت وجدان آل متعب في فريق الإعداد. حياكم الله جميعا أعزائي المشاهدين. حياك الله يا مسفر ضيفنا لهاليوم. مرحبا ومسهلا. الله يبارك فيك يا أبو سعد. يا مرحبا ومسهلا. نورت الدنيا يا مسفر. الله يسلمك. نور نورك. تأمين، ناخذ قيمة التأمين على الأسئلة اليوم. عندنا اليوم إن شاء الله 6 أسئلة، تأمينها أو مبلغ هالحلقة طلعوها لي على الشاشة مشاهدينا ليروها مشاهدينا الكرام. هنشوف قيمة التأمين اليوم يا مسفر على 6 أسئلة اللي بتكون لك إن شاء الله يا إما لك أو عليك في 6 مربعات أصلها أخضر وتلوينها بالأحمر بين يديك وبين إجاباتك، ومدى إقناعك ب1200 نقطة إن شاء الله. مسفر اليوم إن شاء الله عندك 1200 نقطة، نصفها من رصيدك ونصفها من طاقم فريق الاستديو وخصوصا وبالتحديد تأمين. نتوكل على الله سبحانه. في البداية مسفر أرحب فيك. الله يبارك. وأقدر لك وجودك معي. عسى الله يوفقك إن شاء الله. يكتب لك اللي فيه الخير. أعرفنا من أنت لمن لا يعرفك، وودي تأكد علي بس في بداية الحلقة، هل أناديك أبو محمد أو أبو غيث؟ وش تبغى اللقب اللي يكون يسبق اسمك؟ كلها جائزة، ولكن أبو محمد، مع أن محمد الأكبر. أبو محمد لمن لا يعرفك، من أنت؟ مسفر بن فالح السعدي. أنعم وأكرم. مالك سعود. فقط؟ من أهل الجنوب، منطقة بيشة، ولكن من سكان الرياض. درست طويل العمر والسلامة في الرياض لين خلصت دراستي. أي مرحلة؟ الثانوي. جميل. الله. وهذا أنا بس. أنا عشت الفرح أكثر من الحزن. هذه مسفر يوم الأيام نطق بها أبو محمد. مغزى الكلام هذا يا مسفر. ليش؟ تقريبا عكس، ما هو بالفرح. وش قلت؟ ما أذكر أني نطقت، بس قلت أني عشت الحزن أكثر من الفرح. ليش قلت هالكلام يا مسفر؟ بالنسبة ما أدري إيش كان الموضوع، كان تقريبا في الفرح وفي الحزن زي كذا. أو من أنت. وحقيقة أنا في مسيرتي، في حياتك أو في حياتي، واجهت صعوبات في حياتي. أنت الوحيد اللي واجه الصعوبات؟ لا أكيد ناس كثيرة واجهت صعوبات، ولكن أنا أنقل صورة عني أن الفرح ما عشته كاملة. الفرح ما غلب على الحزن. وش السبب يا أبو محمد؟ والله الأسباب واجد. أبرزها؟ أول شيء كنت أبحث عن وظيفة وما جتني إلا بعد تعب. بما أن الناس الحين يقول الواحد لازم يعتمد على نفسه. جميل. صعب أن الواحد يعتمد على غيره لأنه ما راح يلقى شيء اللي يبيه. أشتغلت في جميع المجالات، أشتغلت والتوفيق بيد الله سبحانه. توظفت اللهم لك الحمد. يوم توظفت يا طويل العمر والسلام قلت اني ان شاء الله من خلاص بس زانت الحياه. اي بس حاجتي، ولكن نسيت ان عندي مسؤوليه. اللي هي؟ اللي هي طويل العمر وراك ابوك، وراك امك، وراك اخوانك، وراك قبيلتك، احيانا يحتاجونك في 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 شيء، في قطع في الامور. فصرت ماخذ المسؤوليه اكبر من كذا. الله. من غير الامور او المشاكل الجانبيه اللي ما اقدر اقولها لا. تعتقد يا محمد أبو محمد أنه هذا السبب الوحيد اللي يخليك تقول أنا عشت الحزن أكثر من الفرح؟ لا، هذه أنا قلتها لأنها أمور، في أمور خاصة تانية. أنا ودي والله لازم أجاوب كل شيء لحقي في 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 ايه؟ سياق الحلقة إن شاء الله. الطفولة كانت شقية يا أبو محمد ولا؟ إيه نعم. أكبر الأبناء أنت؟ لا، في 3. أخذت شقاوتهم؟ إيه تقريبا. كيف كان تأثيرها عليك في محيط البيت؟ حلو العائلة. حلو جدا. كانت مدرسة والله. كان الوالد الله يحفظه يطول عمره، احنا اخوان 4 الحين، وكان يحب يوصيني ويحب اني انا اللي اخدمه اكثر منهم كلهم.
كان حتى في وسط المجلس يطول العمر والسلامة في ناس أصغر مني اللي هو أخوي غنام ومحمد، ولكن ما يحب يقول لهم شيء، يحب يقول يا مسفر جب وجب. مرة وأنا صغير قلت ليه يا أبوي دام إن في أصغر مني، قال ترى ما يعني شيء قد ما يعني إني أحب خدمتك، يعني إذا وصيتك تجيب الشيء المعني بكامل وتزود عليه، ضيف عليه الشيء اللي أنا بيه. الله يخليه إن شاء الله. اللهم لك الحمد. يطول بعمرك. الله يسلم. الشقاوة اللي كنت عايش فيها في طفولتك غيث ومحمد أخذوا منها شيء ولا لا؟ لا إن شاء الله. هادين ولا أشقياء زي أبوه؟ لا 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 هادين، محمد هادي. غيث شوفت عينك شوفت الجمهور ما شاء الله تبارك الرحمن، حرك شوي وفي البيت حرك. ليش ما كان محمد مع غيث أو محمد قبل غيث في الاستضافة؟ المسافة، البعد. البعد الجسدي؟ لا المنطقة، مكان موجود في الرياض. طيب محمد، أبو محمد أستأذنك في السؤال الأول. تفضل خذ الظرف. هذا اللي أنا جاوبت عليها بعد من ضمن الأسئلة هذه مقبلات. هذا أنا فرحان أقول ميني بين خاطر أني جوزت خمس ولا لا، هذه مقبلات وبداية الحلقة بعض المحاور. الآن عندك ستة أسئلة هنا، لكل سؤال قيمة، في حال جاوبت حصلت عليها، ما جاوبت بتكون جيم أوفر بالنسبة لك في هالسؤال. المربعات موجودة معنا على الشاشة، بإمكانك تخلي لون أخضر أو تخلي لون أحمر وتخسر قيمته أكيد. عطني الظرف الأول يا أبو محمد، افتح الظرف اقرأ السؤال، إذا ما عندك مانع أني أظهر السؤال هذا على الشاشة بلغني بحيث أني أقرأ السؤال لك وللمشاهدين بشكل أدق بعدين تجاوب عليه. السؤال يقرأ مسفر الآن، اسمح لي ألقيه على الشاشة. عندي السؤال، اسمح لي. السؤال الأول يقول يا مسفر، اسم محمد هل هو يحسسك بتأنيب الضمير صح أو لا؟ إجابة صح أو لا، بس عطني 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 أول شيء، هل هو صحيح اسم محمد يشعرك بتأنيب الضمير إي أو لا؟ أحيانا ما يعتبر تأنيب الضمير لأن الأمور في يد الله سبحانه، لأن أحيانا كل الانفصال شيء من الله سبحانه أو الطلاق بيد الله سبحانه. سمعت وفي نفس الحال والله ودنا، يعني أحيانا أقول لعله عسى أن ما كتب خيره وهذا الشيء المكتوب، ولكن بعد محمد شوي عني يحسسني والله بتأنيب الضمير. يحسسك بتأنيب الضمير بالرغم من الأمر يمكن على قولتهم أكبر منك ومن الطرف الآخر وأكبر من محمد حتى، هي أقدار تجري بيد الله سبحانه وتعالى ومن حنايات في الحياة مش الكل يصبر عليها. نعم. إجابتك مقنعة، أعطوني اللون الأخضر يا شباب. الله يطول عمرك. أبو محمد كيف الشهرة معك؟ ما بعد جربت. ما بعد؟ جربت. ليش تناقض نفسك؟ الشهرة؟ أي نعم. ما 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 بعد جربت، دخلت أنا البداية لحد الآن. في فترة راحت أبو محمد ذكر على الهواء أنه إحنا صرنا مشاهير الآن، هل كانت بجبر الخواطر لأخوانك أو أخوياك؟ لا إحنا نعرف يا أبو سعد، يعني نتكلم بعقلانية إيه؟ نعرف إن من دخل برامج الواقع يطلع، بعضهم يطلع نجم بعضهم يكون مشهور، على الأقل لو يأخذ فيها يومين ويطلع يعرف. هل أنت من البعض المشهور ولا المغمور؟ على حد الآن ما حددت مصيري، ممكن أطلع. أنت اللي تحدد؟ ما لا الجمهور، الجمهور اللي يحدد. تتوقع في قبول أبو محمد لي أنا؟ إيه نعم إن شاء الله أني مقبول عند ربي وأنت خلق بإذن الله، لأني دائما أدعي دعوة أقول الله يجعلني مقبول عند الله والله ينزل قبولي في الأرض سبحانه على خلقه. حتى عند مشعل القحطاني وباقي رفقائك؟ ما أدري هذا الأسطورة وما تخفي ما أدري أنا، ممكن محمد دافع اللي ما قلبي. مين؟ محمد. محمد مين؟ لا أنا أخطف اسمه دائما والله أنه منبهني يقول لا تخطف الاسم. اللي هو؟ اللي أنت تعرفه، محمد دنعة. محمد آل دنعة. آل دنعة. أبو ناصر. إيش فيه؟ أبو ناصر. إيش فيه؟ لا تقريبا ما أدري هو يقبلني ولا ما يقبلني. يعني عندك هاجس داخلك يقول إنه ممكن الشخص هذا ما يقبلك. أنا بالنسبة لي أنا قابل والله قابل الجميع. إيه. لين خاطري بشرك أبو سعد وسيا.
حاط روسيا واقبل العرب كلهم، لكن ما ادري عندي احساس تقبل الزين والشين. والله اقبل اقبل يعني جالس معك ابو سعيد ما تعرفت عليك الا من فتره قريبه. اي نعم شوفك مقبول عندي بزينك وبشينك وقابلك الله اصلا من غير. وش الشين في زياد بالضبط؟ والله هو ضمن الاسئله؟ لا لا خلاص ما يعني ناجح. ما ايش؟ ما يعني ناجح الجواب دم مو من ضمن الاسئله. لا انت قبل شوي صارحتني تقول اقابلك بزينك وشينك. اي والله انت انا عارف الشين وشو مقبول يا ابو سعيد. الشين ابو محمد وشو؟ لابد ان لا اول شيء الادمي ايش شفت فيني شين عشان ما اغيره؟ في كان ترى الادمي على فيه زين وفي شيء طيب سمعت والله لحد الان انك زين بجميع احوالك يا ابو سعد. شكرا يا ابو محمد. علاقتك في زملائك داخل هالنسخه كان الهاجس، كنت شايل هم يا ابو محمد انه يكون في حواجز ولقيت هالحواجز ولا طلع الامر اريحي جدا؟ حواجز يعني من ناحيه امم انه بعض الانفس ما تقبلها من الله سبحانه وتعالى، الارواح تتلاقى، فيها من اللي قبل الثاني وفيها من تنافر منها. فتتوقع إن هل كان في اعتقادك ان في حواجز وحصلتها ولا لا؟ لا ما فيها حواجز. يعني اجتماعنا في البرنامج كلنا وقبول البعض ما في حواجز. الرجال باسلوبه وباخلاقه يقدر يكسب الجميع. والادمي لولا المكارم والاخلاق كل حنظله من عرقه لورقه. فالاخلاق اذا زانت زان معك الناس كلهم. لو قلت لك شخصيتك هل هي شخصيه هادئه ولا عصبيه؟ ايش ممكن تكون؟ هادئه. هادئه انا جدا. او ما مرت بمواقف اظهرتها على الشاشه الى الان؟ مو بأي موقف يظهر عصبيتي. انا انسان بشكل كامل، مو بلا نص ولا جزئي، انا بشكل كامل هادئ، حتى مع الموقف اللي يعني يجبر انك لا اغلب اوقاتي هادئ ماني بعصب. طيب تسمح لي نروح للسؤال الثاني؟ تفضل. خذ الظرف بعد اذنك وافتح الظرف يا ابو محمد واعطني الاذن بقراءه السؤال. طبعا كما ورد كامل مش اجزاء منه. السؤال الثاني سبب توقفك؟ اسمح لي اقرا بعد. تفضل. هذا عندي الموضوع ذا. المعروف انك وقفت عن اكمال مراحلك الدراسيه، هل السبب هو علاقتك او بسبب حياتك الزوجيه؟ نعم. ايش سبب اجل توقفك عن اكمال الدراسه؟ وظيفه. انك حصلت على وظيفه؟ اي. بعد الثانوي الى حصولك على الوظيفه كم سنه؟ تقريبا ما ادري كملت الثلاث او حوالي. طيب ثلاث سنوات هذه السبب الوحيد في عدم اكمالك للدراسه هو انه ما جت الوظيفه؟ طيب انا بنتظر سنه ما جت بكمل الدراسه. صح عليك، لكن ما وقتها كانت الدراسه كنا ندور الوظيفه بعد الدراسه على طول. اي بس ثلاث سنوات يا مسفر ايش جالس تسوي؟ جلست اشتغل شغلي. ايش كان؟ يعني اول شيء انا ترى دخلت مشروع تمور. وما نجحت به. دخلت مشاريع ثانيه اللي هي الاعمال الحره. حبيت اني قبل الوظيفه او قبل الزواج او قبل لا اخذ مسؤوليه اني اكون لي كيان كامل. علشان اذا تزوجت اكون في اريحيه عندي شيء. خلال الثلاث سنوات هذه ما كان فيه حياه زوجيه؟ لا ما كان فيه حياه زوجيه. قبل الزواج؟ قبل الزواج اللي هي الثلاث سنوات ما كان فيه زواج. جاء الزواج بعدها؟ نعم. الزواج ما جاء الا بعد الوظيفه، توظفت وتزوجت. الزواج الأول صحيح؟ أعطوني اللون الأخضر على السؤال يا شباب. كيف سجل مسفر في الاستديو؟ وش السبب؟ نزل الظرف بعد إذنك ونخليه على اليسار بس يا أبو محمد. واحد اثنين. كيف انضميت لها البرنامج ومن دلك عليه؟ والله يا البرنامج يا طويل العمر كنت طالع أنا واثنين من الشباب ورحنا نتمشى، كان اتصال نسولف احنا واحد من العيال قال يا اخي في برامج زي كذا ما ادري وش الطار اللي جاء. قالوا في قناه واقعيه روحوا سجلوا فيها. كنا وين تقريبا كان في واحد من العيال كان موجود احنا نبحث عنه. قالوا في نساح. يا ولد مشوار نساح مشوار، ما كنا نعرف ان في قناه بدايه وقنوات ثانيه. ما كنا نعرف.
قناه بدايه وقناه الواقع. ايه ما كنا. طيب. اعلنها قناه واحده هي. اها. كان اتصال بعدها قالوا في العماريه. في العماريه. ايه. نزلنا للعماريه وصلنا لكم هنا يا طويل العمر. دخلنا مع الباب شفنا الناس يدخلوا وقفنا واحد برا وسالنا ايش السالفه؟ قال قناه من قناه بدايه وزي كذا. كنا توكلنا عليه. ايش رايكم شباب؟ قال كل بني ثلاثه بنشارك. من ضمنهم اخوي غنى. ما كان في تنسيق قبلها؟ لا لا لا. وكان في تنسيق وحنا في السياره جايين. يعني مبدا الفكره انه احنا نتمشى سمعنا في قناه خلونا نروح لها. الله. الدرجه الحياه سهله يا ابو محمد. الحمد لله قد كنت سهل توفيق الله ولا دعوه والدي. اعرف لك ناس ما ناموا الليل ينتظرون البرنامج يبدا عشان يقدمون عليه. نعم. تقول لي كان الوضع معك سهلات. اللهم لك الحمد. كان مبهج يعني. مبهج بشكل كبير ما توقعت انه الشيء اللي انا الحين فيه. ما توقعت اني اطلع قدام كاميرا والله اطلع مع القامه ابو سعد كذا واجلس معنا وياه كرسي نسولف. انسان عايد وفي بيت ومن بيت الى شغله الى دوامه. صادفت بهاج في الطريق شيء؟ لا ما صادفته. لا. طيب يقال انك شاعر. ايه. في ناس تقول المسفر افلس شعريا. جميل وهذا ينافي كلامك اللي قبل شوي. انه مسفر افلس شعريا ما عاد لشعره قيمه الى حد ما. وقال خلني اشارك في البرنامج اجدد من قيمه شعري في السوق. لا غير صحيح. غير صحيح. قريحه الشعر شغاله وموجوده ووقت المناسب اللي يحتاج فيها اني اقول فيها قصيده انا مستعد اني اجيب. احنا ما اختلفنا على وجودها. ها؟ احنا ما اختلفنا على وجودها، هي موجوده من الله سبحانه وتعالى. لكن من يعني اللي يقول انه ما عاد لها قيمه عند كيف في محيطك؟ اي بمعنى ما عاد ابغى اسمع لك يا مسفر. ما عاد تهمني، ما عاد احرص على دعوتك لالقاء شعر. عادي عادي. المسفر خليني اكمل بس. ما عاد اسعى اني اتصل على مسفر، قل ظهورك في تقديم القصائد. قلت خليني اشارك في البرنامج واجدد قيمه شعري خارج حدود البرنامج. او في حياتي بشكل عام. أول شيء لولا اختلاف الأنظار لبارت السلع. لولا اختلاف الأنظار لبارت السلع. يعني لازم فيه ناس بيسمعوا لك، فيه ناس ما يحبون يسمعوا لك، فيه ناس يحبون طرق شاعر ثاني غير عن طرقك. فأنا لازلت عندي قصيد ولازلت موجود وأسوي قصايد في مناسبات لزملائي والخيال المعارف خيال موجود. يجاملونك الفترة الأخيرة؟ ما لا لا مو مجاملة من ناحية إيش يجاملون يعني القصيد إنه مو في مستوى إنه يكون قصيد شعري ولا ايش؟ هذا كلام الناس. كلام الناس كل له وجهة نظر وانا احترم وجهة نظر. نعم. ولكن انا عندي قصيدي ولا زلت اقول هو مستمر وله جمهور وله ناس. له جمهور؟ نعم له ناس وله جمهور. وين؟ موجود. وين؟ انا قاعد اتكلم عن جمهور ما اتكلم عن واحد ولا اثنين اشهد لك عليهم. اي وين اقدر احس بجمهور شعر المسفر؟ موجود. أدري موجود بس وين؟ كيف يعني أحدد لك يعني؟ يعني عطني أرقام أو صدى لهالشعر. إذا عن الصدى موجود وموجود له صدى وموجود له صدى في الاستديو ولا في الشارع؟ لا مو في الشارع. ها. موجود في الاستديو وموجود في المناسبات. طيب سمعنا شيء يا أبو محمد خلينا نشوف صدى. أنا عندي قصيدة أحبها وهلالية ولكن أبو سعد بعض الشعار ما عاد يحفظون ذا الحين شعرهم قد ما هو موجود في الجوالات محفوظ أثر على على نعم الحفظ عند الشخص. نعم نعم لو إن ما اعتمدت على الملاحظات وتسجيل قصائدي في الملاحظات كان بكل أريحية أقول لك أي قصيدة تبيها الآن. يعني ما أنت حافظ شيء؟ لا لا عندي سلمت عندي قصيدة ولكن بعض ودي أقدم لي قصيدة أنا. طيب وش يقول يا أبو محمد؟ اللي هي العمر فات ولا بقى الا الباقي والباقي من عمر الليالي صاد يا رب تغفر لي وترضى عني واللي مضى ما عاد بي ينعاد يا رب تجعلني من اهل التقوى المخلصين الركع السجاد وتلد نفسي من المعاصي لاني ابي رضاك وفي رضا الله جاد عنيت رجلي والعنا من طبعي مدرهم من الاهجار ولا اقياد طرقتها من كل صوب ووجهه ولا شفت لا برق ولا رعاد اطرب بديره وانصفق من ديره واهجد الديار والعرب رقاد يا كم نروض فضحها عسرتها ويا كم هجدنا الكايده مهجاد مما براسي طامع ابن الدرها بغدرها غير ما الله
راد والنية هي بنيت قصر في حياتي عالي أبغى السيادة في رغد الأسياد شيدته بنية وصادق نية والله حليم بنيته آل أجواد بنيتها باسم الولي سبحانه بالسيف أخو السيف والرداد وما دام ما جاء الوفق من صوب الله وش ينفعك الزارع الحصاد والنية البيضة يراع النية فازت بدون رماح ولا إجياد وعلى الليالي إيه وعينت في الدار الوسيعة عزلة وعينت من بعد البلاد بلاد وعلى الليالي المقبلة لو زانت شرهات صدري صدرنا والراد الله يكثر خيرها وما جاني كافي وجاد الله على من جاد الحظ مايل ولا ملمت مايل يلا عسى حظوظ العرب تزداد بيت اللبو زيد الهلالي كنه يعني ويشرح وضعي المعتاد عديت في المرقاب تسعي الليلة وعقبني أبو ليلتين وصاد هذه من أدنى علومي الحصرية والباقيات مقيدة بقياد سلام بما أن القصيدة طويلة ولكن سلمت. متى كتبت يا أبو محمد بالعافية عليك اشرب متى كتبت هالقصيدة؟ قبل تقريبا 6 شهور قريب والله وسبع شهور ايش الدافع؟ الدافع كنت اشوف حالة الواتساب فلقيت خالي منزلها اللي هو عبد الله بن غنام السعدي مسي عليه بالخير مسي عليه بالخير اكيد لقيت البيت عديت في المرقاب تسعي الليلة وعقبني ابو ليلتين وصاد ووقتها كنت اجاهد في شغلة شغل يعني اروح واسعى واتعب علشان اتوفق في الشيء ذا وخذيت فيه شهر علشان بس اما شغله شغلتين انفذها وجاء حقيقه يعني يجون ناس بعدي ويكلمون الموضوع انه جايك من طرف فلان خلص وخلص رد ايه فعجبني البيت مفتاح القصيده خالك ايه فعجبني البيت اللي هو عديت في المرقاب 90 ليله وعقبني ابو ليلتين وصاد فعلى هالمطلع بنت القصيده متابع الحالات الواتساب يا ابو متابع ابو محمد متابع تتوقع بعد البرنامج بتلقى وقت تتابع حالات الواتساب؟ إذا عندنا وقت بنتابع. آه مشغول يعني إن شاء الله. إيه تقريبا ممكن يكون مشغول. الله يوفقك إن شاء الله. ناخذ السؤال الثالث يا أبو محمد بعد إذنك اطلع عليه وعطني الإذن بقراءته أو رفض السؤال. تعطيني الاذن؟ نعم معلش تونا ما شاء الله حليلين السؤال الاول والثاني كانت لا بلغي هذا السؤال ده نتجاوز؟ ايه نتجاوز فكر سؤال. ها؟ فكر 1200 لا تروح الله هي. لا والله يا ابو سعد تجاوزه ولا يطلع اساسا على لبيه ولا يطلع اساسا على الشاشه يا ابو سعد هو ما بيطلع الا بامرك نتجاوز؟ لا اي تجاوز التجاوز باللون الاحمر ترى تجاوز تجاوز ضروري اعطوني احمر لا انتم على المربع رقم 3 لهالدرجه السؤال صعب ولا موقفه صعب؟ لا يعني او قصته ولا حتى قصته لكن اشوف انه ما طيب ما زلنا في البرنامج الآن في أروقة البرنامج كم شخص يتوقع مسفر أنه خسره بسبب شخصيته؟ شو؟ كم شخص خسرته بسبب شخصيتك أو مزاجيتك أحيانا أو لفل الشماتة العالي عندك؟ والله شوف بالنسبة للشماتة ترى أنا ما أتشمت قد ماني بحب أضحك وأضحك الشخص إيه هذا 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 نفسي. هذا الحصاد حق الشماتة ضحك أكيد إيه وبالنسبة أني خسرت ما خسرت أحد إن شاء الله ما خسرت أحد لأن الناس أساساً يجي لها أعداء ويجي لها من كلمة يمكن تخسر الشخص أو يخسرك فما تنحصر ولا تعد يعني الأمور هل في أشخاص راهنت على نجاحك أبو محمد في البرنامج؟ إيه من؟ كان في واحد هو اللي من قبل سنتين أو 3 سنوات يقول شارك برنامج شارك برامج واقعية من داخل البرنامج؟ ها؟ من داخل البرنامج؟ لا زال من داخل البرنامج نفس الشخص اللي هو؟ اللي هو خالد بن فايز الهجري مسي عليه بالخير الله يمسيه بالنور أكيد هو الوحيد اللي راهن على نجاحك؟ إيه أو فيما تعلم على الأقل؟ فيما أعلم أنه هو الوحيد؟ إيه طيب وداخل البرنامج داخل أروقة البرنامج في شخص راهن على نجاحك؟
داخل البرنامج ما دار الحديث صوب الكلام ده نهائيا، مع ان متنافسين كلنا ما راح حد يراهن على. طيب هل في شخص زكاك قال هذا بينجح في نفس البرنامج من زملائنا؟ من زملائك الاداره غير الاداره؟ ما حد يجي كلام مثل امورك طيبه وشغلك زين استمر بس. اي بس راهن اني انا اكون من الفايزين ولا من لا ما جاء فعلا. اجل شهد شهاده زور اللي زكاك او انك نسيت انت بهاج والله. ايش ترتيبه في التزكيه؟ بهاج ما قال لي اراهن على نجاح، حاجه اعطاني التسعين مو بالتسعين تقريبا، قال هذا بيقعد في البرنامج ثلاث سنوات او اربع سنوات. ثلاث سنوات هو قال ثلاث سنوات. هذه عقوبه، هذا مو هذه عقوبه. اي اي فما ادري هو راهن، هو اكيد راهن ويبشر بالسعد وانا اقدرها. وين طيب اسمه قبل شوي في الحوار؟ يا اخوي بعض احيان تراك تذكر واحيان تنسى ولا والله بس باشياء اساسيه يا ابو محمد، خلينا نكون واقعيين والله لو يعني يحضر فيما اعلم. الله لا يجعلني الا محضر خير ان شاء الله. الله يجعلك محضر خير ان شاء الله يا رب. فيما اعلم انه لولا الله سبحانه وتعالى ثم بهاج ما كان انت في البرنامج. اول شيء امسي على ابو محمد بالخير. احنا ممسين عليه بالخير ومتين. ايوه الاجابه انا ما بعد مسيت عليه بالخير. والشيء الثاني الاجابه، انا علمتك طريقه الدخول للبرنامج. في ناس كنتوا على الفرة قالوا قناة رحنا. لا 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 يقولون انك انت جاي من طرف فلان وفلان، وانا والله ما جيت الا من السالفة اللي انا قلتها. يعني بهاج ما له فضل في الشيء هذا؟ بهاج نعم. له فضل عليك ولد عمي وله الفضل سوى فقط البرنامج. ولكن كيد مساعدة رئيسية في انضمام كل برنامج فيه الكرت الذهبي. طيب اعطاني الكرت الذهبي. ليش اعطاك اياه؟ ممكن معجب في ادائي او شيء. لبه؟ معجب في اداء او شيء. اي اداه وانت توك داخل مالك 10 دقائق؟ اللي هو التصفيات، قلت قصيده وقلت بيتي. طيب الكرت الذهبي هذا ما يعتبر تزكيه؟ الا تزكيه. طيب ليش ما ذكر في البدايه؟ قصدك انه زكان انت قلت من دقيقه. كم كرت ذهبي اخذت في حياتك؟ واحد. كيف تنساه؟ ما انساه في حياتي. انت طيب ما جيت بطاري الكرت الذهبي. انت قلت تزكيه النجاح. طيب تزكيه يعني انا لما اهدي فلان من الناس اقول لك الكرت الذهبي هذا يعني انك تستحق هذا لانك بتنجح، انا ازكيك تنضم. طيب وش بنتجاوزنا او ايش بك انت عفوا؟ والله ما جاء في بالي الكرت الذهبي لاني ناسيه، سمعت بس انت قلت راهن احد في نجاحك، وذيك الايام قبل ثلاث سنين راهن علي واحد من العيال بس في نفس البرنامج، اكيد ابو محمد راهن علي اني اكون من الناجحين في البرنامج، واعطاني الكرت الذهبي وبيض الله وجهه، وجمايل الجمايل في بنوك الجمايل ماضيه، وراعي المعروف لا جاي يدور له لقاه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انك يعني رجعت لك الذاكره بعد فقدان. تراني انسى واجد والله. الف لا باس. الف لا باس. الله يسعدك. من باب الصدق يعني يا ابو محمد، تتوقع ان في متسابقين احق منك في التواجد لكنهم ما حصلوا على الكرت الذهبي؟ تقريبا. ترى تعودت عليك صريح. انا وانا صريح. تفضل. الكرت الذهبي ترى ما يعطى من الباب للطاقه. سيدي هل في اشخاص يستحقون الكرت الذهبي ولا حصلوا عليه؟ ممكن فيه وممكن ما فيه. ممكن ذاك الليله ما طلع فيها الا اللي يستحق الكرت الذهبي. ما طلع الا انت بنتين، لكن من وجهه نظرك تشوف ان في ناس كانوا يستحقون الكرت الذهبي هذا؟ ما خلطتهم يا ابو سعد ولا عرفت شخصيا. اللي جو معك في السياره على الاقل. لا 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 ما يستحقون. اللي معي؟ اي نعم. الا والله فيه مثل غنام والله يطول، والله يستحق تبي الصدق ابو سعد غنام يستحق. طيب من البدايه يا مسفر خليك معي واضح يا اخي. غنام يستحق الكرت. في ناس عندها اساليب الرد انه يصمت شوي ويرد لك. طيب اصمت. إيه؟ انا لا ما عندي الصمت هذا. طيب غنام يستحق. ولا راح اصمت ليه؟ لان عندي طريقه اللي هي وين؟ انا عندي طريقه اني لازم اجيب كلمه كلمتين بعدين اجيك. عطني هذه. يعني زي كذا. غنام يستحق الكرت الذهبي. يستحق غنام جدا يستحق الكرت الذهبي. ايش يقرب لك غنام؟ اخوي. ليش ما تنازلت به؟ لان ما كنا نعرف آلية البرنامج. فقلت خلها عندي وانا اشد. لا اعطوني الكرت وقالوا للقرية على طول. بعدين سالته وش وضعك؟ قال والله ما ادري، الموضوع ان اشوف وشو. تلخبطه. كله التوفيق من الله سبحانه. الله يوفقه ان شاء الله. اللهم امين. بالمختصر في ناس دخلوا بمجهودهم وفي ناس دخلوا بكروت، والله يوفق الجميع ان شاء الله. مجهودهم كلهم مجهود، ما دخلوا من فضاوة.
كلهم مجهود ابو سعد. بس في ناس دخلوا بكروت يعني وكأنها قدمت لهم واسطه. لا قصدك ايش؟ كم كرت جاء ذاك اليوم؟ كم؟ تصفيات. في كروت ثانيه غير الكرت اللي انا اخذته؟ مشعل القحطاني يستاهل الكرت الذهبي اللي جاء؟ جاه كرت ذهبي؟ اي نعم. استاهل ابو مرعي. ما كان عندي خبر منه الا منك الحين. اي والله. ولا يستاهل. متسابق و طيب هل يستحق دخول البرنامج؟ يستحق ابو ما جاء كرت ذهبي ترى. ها؟ ما جاء كرت ذهبي. بس يستحق. يستحق. نعم يستحق. وغنام يستحق. ويستحق. شرب العوض يا غنام ان شاء الله. والله يبشر بالعوض. اخترت انك تنضم الى حزب ولا ارغمت داخل البرنامج؟ لا. والله يا ابو سعد اني ضد الاحزاب. اي بس انت موجود الان حتى وان كنت حاسب نفسك. هل هو باختيارك ولا رغما عنك؟ بالنسبة للسؤال ذا يا طويل العمر السلامة، أنا أعد وجهة نظري إني ما كنت أبي الأحزاب، ولكن أرغمتوا عليها. ما ترى ما حصل على ذيك الأحزاب اللي حويزب ولا يذكر بعد. طيب في شيء أصغر من الحويزب؟ حاء. حاء. طيب الحاء هذا وهو مو بحزب ترى، لجينا في الحقيقية قد ما نقول جروب. جروب. وجهة لعملة واحدة. طيب إيش السبب اللي خلاكم توصلوا لهالمرحلة؟ التفاهم والعقليات وزي كذا. يعني فيه ناس أعمارهم كبيرة وناس صغيرة وناس يعرفون بعض من قبل البرنامج وناس ما يعرفون بعض إلا الحين. مثلاً أنا أجيك أبو سعد أنت شوي فاهمني من غير أبو سعد موضوعي واحد اثنين ثلاثة تعطيني الجواب مرة واحدة في كلمة واحدة. ثاني لا ما يدري وش الموضوع. الشلالية اللي أنت الآن فيها كيف تقييمك لهم؟ الشلالية وش يعني؟ الجروب اللي انت فيه كيف تقييمك له؟ الجروب اللي انا فيه ما عندي جروب. عندي جروب؟ تسمح لي اغرد بكذا اسم؟ غير نواف عياش، نادر العجمي، علي العساف. بس منورين الدنيا للامانه. بغيت تصدق يعني حرفيا عرفت تختار. اول شيء والله هي كلامك الزين ذا ما هو راح يجيبني اجي اكل بلاش كله. لكن يعني في عشاء بس انت ما تبغى تكبه. لا متعودين على كلمه انه كبه حتى لو ما كان عندي شيء. طيب الاسماء اللي ذكرتها لك تشوف انها حاء مع بعض يعني؟ لا كيف لا يا جروب 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 اي حزب. انا ما اقول ان فيها احزاب. احزاب احزاب قاء اي لكن حرف القاء على قولك. ابو سعد الحين انا لمني دخلت فضفض ترى انا معك وبنساعدك. الله يسعدك ابو سعد. نكون واضحين يعني ونستفيد ونفيد الجمهور. ابغى وضوح كما لون ثوبك الابيض. يا الربع صلوا على النبي. اول شيء ما فيها احزاب. نعم. ولا في عداوه. اكيد انا متسابق عداوة. ومع المتسابقين اكل معهم واشرب انا معهم. طبيعي. ما في اي حاجه انك تكره فيه الشخص انه مع فلان. لا لا قد ما هو بايش؟ تفاهم. في الصدر في الصدر. تفاهم. يعني انا اجي يا طويل العمر عند شخص ثاني ما هو فاهمني ولا اني فاهم من الله ولا عندي وقت اضيعه. هي مده نجاح محدده. لا عندي وقت. انا احنا ترانا كل بونا نسولف في الغرفه وقت انتهاء الهواء نسولف كل بونا ناخذ نعطي مع بعض. ولكن في البث انت تبغى شيء يطلع موهبتك. طبيعي. تبي شيء يعني مثلا انا لو ادخل على ابو سعد ورفيقي وخوي وصحيبي اجيك من الاخير وبأطلع مهاراتي وسوالفي وناسي صح؟ بس لا يجيني يا طويل العمر مثلا هدم عيان. لا ما يفهم. ليه 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 جو ثاني وانا لي جو ثاني. لو سولف انا وياه سالفه سالفتين ما نرتاح لبعضنا والارتياح اللي بيننا راح يصل للجمهور. احنا ما نرتاح لبعض. يعني هو شيء ففدني وافيدك. مسفر انت شيء ما تعمدتوه. لا لا ما ولكنه حصل بسبب قرب العقول الارواح مدى الفهم. ايوه وحنا ترى وهذا اشوف انه شيء طبيعي يعني. طبيعي طبيعي وكلنا في الاول والاخير يد واحده ومع بعض ان شاء الله. جدا والله مع بعض ابو سعد ترى. واللي في الصدور ما يعلمها الا الله يا ابو محمد. أكيد اللي في الصدور ما يعلمها إلا الله. ما نصدر ما فيها شيء. وش ضحيت به في البرنامج؟ في البرنامج؟ إي نعم. تضحية. شيء ضحيت فيه عشان البرنامج. ما ضحيت بشيء. إلى الآن. طيب نروح للسؤال الرابع يا أبو محمد. توكل على الله. عطني الظرف بعد إذنك أو اقراه. بينك وبين نفسك واعطني امر بعد اذنك اني اقوله للمشاهد او لا.
ابو محمد، اسمح لي اقول السؤال. قاعد اشوف وش ال... هي كلها 5 و6 كلمات، اسمح لي اقول. مشكله ما كمل الاسم. تقدر تكمل اذا اعطيتني الاذن. انا لاني ما اعرف من كثير بالاسم ذا. كم واحد بنفس الاسم كثير حاصل لك موقف؟ ما حصل. ما حصل؟ ايه. انت قبل شوي تقول كثير اللي بهالاسم، ابغى اشوف اي واحد فيهم، والان تقول ما حصل مع اي احد بهالاسم نفس الشيء اللي مكتوب. اقرا السؤال. السؤال يقول: مشاهدنا الجميل جدا، والسبب المشكله اللي بينك وبين عايض بن سعد. من هو عايض بن سعد؟ شخص تسبب لك في كسر ظهر، تعبير معنوي طبعا، مش في مكانه، والله لا يرينا فيك مكروه. شخص وفيت معه، اعطيته الكثير، وقفت معه من اصدقائك، ولكن حصل منه موقف زعلك، وفي فراق الان دام اكثر من 6 سنوات بلا تواصل بينك وبين هالشخص. جحد المعروف بشكل اوضح. عايض بن سعد بن. كم عايض في حياتك؟ فيه كثير. 10؟ فيه 10. من هو اللي فيهم جحد المعروف؟ بس مو لازم اجيب لك اسمه وبطاقه رقم ورقم طاقه احواله بس بس يا ابو محمد ركز معي. ما ابغى احلف ان في شخص في بالك الان وفي موضوع في بالك، لكنك جالس تتجاهل في موضوع لا يجب التجاهل فيه لانه واضح. لا لا لا، انا ما صلع الرسول، انا ما قلت لك من هو صديقك اللي حصلت بينك وبينه مشكله بحيث انك تقدر. انا جبت لك اسم. لا اكيد يا ابو سعد انه ما جاك السؤال هذا من فراغ. طبيعي معي؟ من هو؟ باسلوبك هذا اللي انت تاخذه معي بطريقه ان لا تتجاهل، وفي خاطرك انت تريد ان في خاطري اسم وبيني وبينه مشكله. لكن غير صحيح الكلام ذا. عايض بن سعد دام الفراق بيني وبينه 7 سنين. لا 6 سنوات مو 7. 6 سنوات ما حصل بيني وبينه. سنة ولا سنة. في واحد مدة البعد، مدة انه جحد الجميل او انكره. وش الجميل؟ معروفك مع الناس ولا ما انت راي معارف؟ لا والله راي معارف. طيب شربي والله هنا ولا خارج؟ جعلك في زود. ليش انكر هالمعروف؟ هو اللي انكر المعروف؟ اي نعم. يعلم الله يا ابو سعد انه ما دار في بالي اذا الحين اي اجابه قد ما اني حابة اجاوب على الاسم ذا. والله لو ادري ان في جميل انا مسويه. لا طبعا انا من الناس اللي ما عاد جمايلي. ان وجدت طبعا. نعم من لا موجوده ابشرك. الجمايل رائع ما يذكرها، لان الجميل مبتول لين يذكر ويفسد الجميل. يعني ما في شخص بهالاسم؟ لا عايض بن سعد فيه كثير، لكن بيني وبين الشخص ذا مشكله، ودام الفراق بيني وبينه 6 سنين. ما دام فراق او عايض بن سعد انكر جميلك يوم من الايام وشلت في خاطرك، حصل ولا لا؟ لا. احمر بعد اذنكم يا شباب. علاقتك خارج حدود العائله يا ابو محمد مع الاصدقاء، مع الـ 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 اول شيء الاصدقاء عندك هل هم فئات ولا فئه واحده؟ هل فئات؟ فئه واحده. فئات. فئات. عرف لي الصديق. الصديق الصدوق هو الصديق. اعرفك معنا. هذه الفئة الأولى، خلينا نقول الصدوق. هي الخوي الوافي. والفئة الثانية؟ الخوي الصدوق والخوي النشمي اللي لا دعيته لقيته، ولا بغيته أقرب من ثوب. أقدر أعرف اسم؟ أي نعم. فيها الصفات مين؟ نعم ماجد بن تركي وخالد بن فايز. بأسماء العوائل؟ لا هذا خارج العائلة. لا لا، ماجد بن تركي إيش؟ القحطاني. ونعم، والثاني؟ خالد بن فايز. الهزري. ونعم. هذول الاثنين؟ إيه. هم في الفئة الأولى عند أبو محمد. واجد والله واجد في مرتبة واحدة. بعد عيال عمي. بعد أبناء عمومتك. نعم لأن عيال عمي. طيب الأسماء اللي ذكرتها هذه هل هم يعطونك مثل ما تعطيهم؟ وش الأسئلة هذه الغريبة يا مسعد؟ سؤال بسيط يا صديقي. هذه وأنا أخوك أحس فيها الحين، هذه الأجوبة لازم أنا أجاوب عليها. لا تقدر تتجاوز اذا حبيت. اي يعني مثلا ابو سعد علمني سعود العتيب ولا فهد معيان يبادلك الشيء اللي انت تبادله. من عيني اليمين
جاوب. ومن عيني اليمين ما عندي عين يسار، انا اذا صرت ضيفك يوم من الايام راح اجاوبك ان شاء الله. راح تكون ضيفي باذن الله ان شاء الله. فجاوبني انت الان. انهم يعني يردون؟ نعم نعم. طيب وازود من البدايه يا صديقي. حايدي بس يا ابو سعد، انا استغرب الاسئله كغرابه بس. صدقني انها سناره لاصل اللي ما بعدها. اوكي ايه. لو جاك شخص هنا داخل حدود البرنامج وقال لك ابو محمد ارجوك، او باي صفه يوصفها هو او اي طريقه في الطلب، ودي اتسلق على اكتافك ابغى اوصل لحاجه، تسمح له ولا لا؟ الحاجه تعنيه هو؟ اي نعم. وفيها توفيق له؟ اي نعم، بس فيها نزول لك بشكل او باخر. على حسب الشخص. من الشخص اللي ممكن تعطيه الضوء الاخضر؟ ما حدد. ولا موجود؟ واجد. وكم شخص؟ الرجال اللي كفوا لحد الان ما قدرت ارد جمايلهم. لا لا، داخل البرنامج تتكلم من اخوياك. في البرنامج؟ اي في البرنامج يا صاحبي، مش خارج البرنامج. ايه. جاك واحد من اخوياك ونجوم الاستديو اللي جالسين يتابعونا الان، قال يا ابو محمد ابى اسوي الحركه هذه وفيها تسلق على اكتافك لكن فيها نجاح لي، تعطي ولا لا؟ السعدي والله ما جبت. الجميع ولا واحد؟ لا واحد. واحد؟ اي نعم. نفذها وانتهى؟ نفذها من غير لا اطلبها. هل تتوقع ان عندك مجال تطلبها اصلا؟ ها؟ لا، لاني توفقت في اختيار. ايش الموقف؟ اللي انت حصل، اللي انت شفته البارح، اللي تنوم استنتمت. من هو الشخص؟ علي بن عساف. هو الوحيد؟ مو بالوحيد. من غيره؟ هو الاول. هو الاول عندي. ممكن يكون في واحد ثاني مستقبلا؟ فيه فيه، ولكن الشيء الحصري والجديد ترى مقام علي بن عساف. والله يا ابو سعد انه تنوم استمر، يعني الرجال في تصويت فيها خروج وفيها رجول. في فرصة عمر، برنامج هذا فرصة عمر. حطني مثل كني كان ولد عمي، ما صوت لي ولا صوت للثاني. ترى هذا يعتبر جميل. علي العساف صاحب جميل على مسفر الأكلبي أو السعدي. نعم، وعلى سنادا على سؤالك انه لا يحصل له شيء، ومن طرفي انا عز الله اني بعطيه الضوء الاخضر. طيب يستاهل، لانه يقول اول شيء احسن الله عزاء محمد ال دنعه ابو ناصر في فعل جميله، لان ومحمد صلى على الرسول، لان امتناع علي العساف عن التصويت لا زلت انت المغادر، حتى اتى من احسن الله عزاه اللي هو ابو ناصر محمد ال دنعه وصوت، وكان سبب في بقاء مسفر السعدي. من صاحب الجميل هنا؟ كلهم اصحاب جميل. واذا عن الكلمات ابو سعد، احنا ما تعودنا يا طويل العمر السلامه ان على كرسيين وقاروره ماء وثلاث ولا اربع ظروف. اول شيء الكلمات ترى سقطات من الله وتوفيق، قد يكون كلمه ترفعك كلمه تنزلك، فالله يجعلنا من المحظوظين في الكلمات. الله، لأننا ما تعودنا على البرامج ولا عندنا الخبرة اللي كسبتها أنت يا أبو سعد. عندك الخبرة الكافية اللي أنت تعرف تتخاطب فيها، لكن حنا نعلمك إن ما عندنا، أحيان يحضر الفكر وأحيان يغيب. بالنسبة لعلي، علي صاحب جميل، محمد بيض الله وجهه صاحب جميل، وعلومهم غانمة كلها، وعسى والامور هذه كلها عندي انا يا مسفر. اكثر شيء يعنيني على قولة الشاعر عبد الله بن غنام اللي يقول عسى راعي المعروف لاحتاج للمعروف، يجيني في يوم اقدر على رد معروفه، لكن المصيبه لا يجيب الظروف ظروفي، بفزعتي وظروفي اقوى من ظروفه. يلا الله. طبعا ختام هالمحور هو فعل طيب سواه علي العساف وكذلك آل محمد آل دنعة اللي هو أبو ناصر، من دون طلب أصلاً، ولا كان في وقت المسفر يطلب أو هادي يطلب، إلا هادي على المسرح اللي تابعنا أمس طلب أنه ما يصوت محمد آل دنعة لجهلة إيش واصلين له بالضبط، ولكن آلت الأمور بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى تعادل النتيجة. وشعوري بالحزن الكبير أنا بعودة الشخصين للبرنامج. أبو محمد السلام.
ومن قال سالم. أعطني السؤال الخامس لعنت. باقي عندنا سؤال بعده إن شاء الله فقط. ستة أسئلة اليوم. اقرأ لي السؤال وعطني الإذن بذكره أو تجاوزه. أنت قرأت ما أدري الإعداد كاتبين نكتة ولا سؤال. أذكره؟ أنت عندك خبر؟ إي نعم. طبعاً لا حد يعلم إلى الآن لا أنا وأنت لأنك قرأت السؤال. الحين وش آلية الأخضر للأحمر؟ الآن عندك يا حبيبي أربعة شباب عندي مربع المفروض يكون باللون الأحمر. في الأصل كلها أخضر لكن عندك اثنين أحمر وهي رصيد تأخذه أو تعطى رصيد. طيب وإذا جاوبت مثلا على الجواب هذا؟ بتعطيني السالفة بتعطيني السالفة الصدق أبقبل جوابك لكن في فرصة. السؤال السادس بإمكانك حتى لو رفضت الإجابة على هالسؤال وتبغى تتستر على الموضوع. السؤال السادس الأخير اسمه اقلب الموازين. بإمكانك تقلب الموازين تصير كلها خضرة في حال جاوبت عليه. وش رأيك تبغى تتجاوز ولا تجاوب؟ لا 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 بسيط. أنت فهمت؟ يعني لو جاء لو تجاوزت صار أحمر. عندك السؤال الأخير فرصة إذا جاوبت عليه اقلب الموازين تخلي الموازين كلها خضراء. خضر بتجاوب؟ إيه؟ أذكر السؤال؟ إيه؟ أبو محمد تراك بتصير مدان. ها؟ بتصير مدان بتتفتح عليك أبواب والأمر بين يديك. مدان شوف شوف لأن قلبي طيب ونظيف جالس أقول لك الكلام. أنا أحس إن قلبك كله طيب ونظيف اللي هنا. بتجاوب أقول السؤال؟ والله شوف ترى في أفواه بتنفتح عليك. وإنت تجاوزت راح تقطع السؤال ولا من شاف ولا من دري. محمد أبو وسعد والله طبيعي يعني أقوله لأني أنا أقوله أو لا كل حايدة والله. طيب بس. أبو محمد السؤال يقول قصة المفتاح اللي تحطه عند الكفر برا القرية كم مرة حطيته وليش الهروب واللعب على 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 أوتار المصداقية وأنت عكس ذلك؟ أول شيء هذا أنا عندي الحين اتهم أبو سعد وأنت من الناس اللي ما تتم. فهد معيان كان يسوى عيوني ولا زال يسوى عيوني إليه. عندي دليل أنا يا أبو محمد ترى ألبس ثوب مو بثوب يا أبو أستاذي سعد. عندي أوكي. دليل محترم أدلتك وراح تذكرها. لا راح يعرض مقطع يعني بالنهاية راح يعرض ما عندي أي إشكالية. بالنسبة مفتاح السيارة مفتاح السيارة وجوده برا حصل عندي عشاء جميل وجابوا السيارة ولبقوها استطلاعي على موضوع واحد اللي رحت المختار إذن من عون أشوف الجوال أو أتصل على الأهل فلقيت صورة في الواتساب ولدي في المستشفى وغذاية وحرارة ومن هالكلام. غيث أو محمد؟ غيث. فاستوجعت ليش لاني كلمته وقالوا له يومين كان تعبان. طيب فاضطريت أنه لا حصل شيء ظرف خاص لولدي ولا أهلي فإني أكون ما أحتاج أني أكلم أحد يجيني أو يأخذني أو أحد يوديني ولا أكون موتري موجود بعد الإذن. طبعا بعد الإذن. وكم حصل مرة؟ الخروج ما حصل لي إلا مرة واحدة اللي بالإذن. اللي بالإذن واللي من دون إذن ولا مرة ما بعد طلعت ولا مرة. اللي بالإذن مرة؟ اللي بالإذن مرة. واللي بدون إذن بس كان ظرف طارئ؟ كان ظرف طارئ جدا. كم مرة؟ اللي بدون إيه؟ أنا ما عاد بنيمك معنا الموسيقى يوم شغلت. اللي بالإذن مرة؟ مرة. اللي بدون إذن بس كان ظرف طارئ جدا وأنا أعذرك فيه. لا لا ما في أنت قاعد تساعدني ها؟ شفت قال لك قلبك نظيف لو السؤال ده. أي بمعنى أنك ظهرت؟ لا. أعطوني أحمر يا شباب لا أنتم. لا ما ظهرت. طيب أحمر الإجابة ما أقنعتني والله يا أبو محمد. سامحك ربي عسى ربي سامحني. وش يقول فيها؟ ويعفى عنك يا جميلة ويعفى عنا لخطيت جيتك وقلت إن الخطأ مني ظلمت نفسي ونفسك والخطأ منا غطت عيوني المحبة لين خلتني أقول قلنا وحنا ما بعد قلنا مشاعري كلها يمكن تحملني لكن سلوم المحبة
ما تحملنا عما تبين حقوق العاشق المعني ولا بلاش الحقوق مالها معنى. تدري لها الحين وش اللي محيرني انك لها الحين لا معنى ولا عنا. وانا لو عيفك الله لا يعافيني ان كان غنيت فيك وقافنا غنى بقطع طريق على دارك يوديني وبلقى طريق يرجعنا على الهن. رجعت لهلك ولا باقي؟ بقطع طريق على دارك يوديني بلقى طريق يرجعنا على الهن. كان فكرة شاعر بس ولا انا لازلت في دايرتي يعني لا رحت ولا. متى كتبت يا ابو محمد؟ قبل فترة والله. قبل فترة كم؟ 4 و5. طيب ايش رايك في اللي يقول ان الشعراء دائما يدعون المظلومية، يدعون الانكسار، يدعون الحزن؟ يعني ما قد شفنا شاعر يقول انا ظلمت انا سويت، كلهم في الظل او البشرية بشكل عام. من وجهة نظرك فيه يسفر ليش؟ لا لا فيه. اول شيء القصيدة ما يقول الشاعر قصيدة الا انها حاصل له موقف، اما بالنسبة ما في احد يدعي الظل لا. في ناس يقولون عن انفسهم قصيدة انهم هم ظلموا. في بيت اذكر اللي يقول ترديت لكني ترديت في رجال ليطب تعلم وانت رديت معلم. فهذا شاعر يعبر عن نفسه انه تردى ولكنه تردى في رجال. ترديت لكني ترديت في رجال ليطب تعلم وانت رديت معلم. في الشعر بعضهم يقول الشيء اللي هو جافي. قلت ترديت يا ابو محمد. اللهم لك الحمد ابن ادم خطائي. خير الخطائين التوابين. متى اخر مره ترديت فيها؟ قول متى اخر مره تبت. متى اخر مره تبت؟ من الخطا. اجل بتوب من الحسنات اكيد من الخطا. اخر شيء تبت منه طويل العمر والله قبل فتره تقريبا شهرين عن زله وعفويه. كتبت فيها شيء؟ لا. بتكتب؟ ممكن متى ما جاء الهاجس والقريح. أعطني السؤال الأخير يا أبو محمد قبل لا تفتح السؤال. عندك الآن المربعات، أعطوني على الشاشة يا شباب. المربعات قدامك على الشاشة. عندك 3 باللون الأحمر وعندك إلى الآن 2 باللون الأخضر. هذا السؤال الأخير. في حال أبو محمد أعطاني الإذن بذكره راح تنقلب الموازين باللون الأخضر بعد جوابك. بعد الجواب. بعد الجواب ها؟ اي نعم. بامكانك تطلع اليوم ب 1200 نقطة ولا تشوف السيء من يسمى بزيادة السبت القادم. أبو محمد السؤال بيني وبينك الآن، تسمح لي بذكرى أو لا؟ أذكر يا أبو أسعد. السؤال يقول دقيقة يا أبو أسعد. لا 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 تذكر نهائيا. خلاص نقلب الموازين خضراء. بغيت تقلبها. لا ان سمحت لي بذكر. لا 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 ليش اعطيتني الموافقه بعدين الضغط؟ ما انتبهت للكلمه الاخيره وطلع علي فكره ثانيه. ما 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 لا ما لا داعي اذكرها او اجي او يعلن. طيب ابو محمد كان هذا سؤالنا الاخير اليوم. تمنيت أن كانت الموازين خضراء ولكن اختيارك في النهاية
وانا زي ما قلت لك انا طوع ضيفي في كل ما يحتاجه. الله يطول عمرك. وكل ما يلبي احتياجاته اكيد، وكل ما يكون في 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 غير صالحه طبعا. اي والله ما هي في صالح، بس الذي لو انك مغيرها ممكن اجاوب عليها. ترى انا اجاوب والله ما عندي اي مشكله. طيب لكن في اسئله هنا ما اجاوب عليها. ابو محمد احتاج اسمع بيتين جت في بالك الان. بيتين؟ اي نعم. يقول الكل مشغول في الدنيا ولا احد انفضى، والعاد به واحد في المجتمع فاضي، اصحابنا اللي زعلوا جد ودهم بالرضا، وانا لا زعلان للحينه ولا راضي، ما احب اشوف الخطا لكن احب القضاء، احب اقاضي قبل لا توصل القاضي. يلا هلا صح لسانك. ابو محمد الكاميرا امامك، كلمه توجهها لمن يتابعك الان، وش في خاطرك تقول، وربما انه فيه من ينتظر كلمه من ابو محمد اكيد. تفضل. اول شيء امسي على الجمهور وامسي عليكم جميعا كلكم يا من يتابعني خلف الشاشه، واشكر الداعمين واشكر اللي تابعني واشكر جميع من يعرف مسفر السعدي، والله الشاهد الله ان ودي البي كل طلب من الطلبات اللي في خطركم، لكن لا صوتكم يا صني، وانا ودي ابذل المجهود، لكن اقول اللي بالنسبه اللي في القناه ونجاحي فالنجاح من الله سبحانه، وعسى الله يقدرني الجهد راح ابذل الجهد، والله يجعلنا احنا وياكم من كسابين الحظ الطيب. امين. شكرا يا مسفر. الله يسلمك. شرفتني بهاللقاء وزدتني طبعا. الله يطول عمرك. كما هو الحال لكل من يشرفني دائما. الله يعطيك العافيه ابو. الله يطول عمرك يرفع قدرك. انا لم أولد البارحة، ودليل ذلك ما نطقت أو تنطق به عيناي عندما شل لساني، وما رسم على ملامحي الكثير من الوعود، كما هو الحال معك يا صديقي، وعكس ذلك من الوفاء. واليوم وجدتك الأمان بعد الهلع، والصحة بعد المرض، والسلام بعد الحرب، والجبر بعد الكسر. اليوم قلبي بما فيه الكفاية تعب، فأرجوك كل لقلبي الصدق، وبقول لك العهد والوفاء. قلب يحبك والهوى الذرب ماليه، كانك مكذبني بعينك تحلاه، شرط تشوفك فيه ما انت بحواليه، ويمكن تشوف ديار وماكن رعاه، وبتشوف به تمثال والوقت هاريه، وبتشوف زرع ميت وواقف ماه، وبتشوف جرح فيه سكين راعيه، راح ونسى السكين والجرح ينخاه، وبتشوف حصن عجبه، وبتشوف حصن عجل اقدار سافيه، وبتشوف باقي بيت راعيه خلاه. لا تنزعج هذا خفوقي وباقيه، ولا تضايق من تصدع زواياه، قد زلزله فرقه وهزت عراويه، والله ستر والحظ عانى وعافاه. ابغيك بس من المفارق الداري، وازهل من يداري شعورك ويدراه. مشاهدينا الكرام، حتى ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، كونوا بخير، استودعتكم الرب.